بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، مرة أخرى يتجدد بكم اللقاء هنا في ميدان وفي مضمار الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وأهلا وسهلا بالجميع الذين انضموا إلينا خلف الشاشات. نرحب بكل الأخوة المشاهدين والمتواجدين هنا على أرضية هذا الميدان، ونذكر بأن الشوط المنطلق هو الشوط السادس لثنايا القعدان، وهو الثالث في ترتيب القاعدين في هذا الصباح. هو الثالث في ترتيب الثنايا قعدان في هذه الفترة الصباحية، وانطلقت هذه الشعارات وأيضا هذه الأسماء. وأيضا جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة عينية قيمة رصدت من قبل اللجنة، وهي تويوتا كروزر بيكاب، رصد لصاحب المركز الأول. أتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين، ولحظات ونتواصل مع المقدمة لنرى في مقدمة الشوط في هذه اللحظات الدرع. وتعود ملكيته لسعد بن طالب بن شريم البري، هو من يسيطر على مقدمة الشوط، ويليه في المركز الثاني مكلف لمبارك بن راشد بن دلاب الهاجري، والمركز الثالث برزان لمحمد بن مطر الشمري، ولكن ينخطف المركز الثالث من قبل تمام لصالح بن حمد القمره. وعليك مراجعه اللجنه وعمليه تضمير عند حمد بن سالم بن جهويل، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات يتواجد فيه برزان لمحمد بن مطر الشمري. وخامس المراكز ياتينا من الجانب الايسر مصيحان لعلي بن صالح بن خريده المنصوري. هذه النتيجه للخمس المراكز المتقدمه الاولى. ونشاهد على شاشه التلفزيون التكريم بالزعفران للثلاث المراكز الفائزه الاولى، وهذه العاده القديمه التقليديه، وهو التكريم بماده الزعفران. جميل الرائحه، جميل الرائحه، زاهي اللون، وهو تكريم لها على ما حققته هذه المراكز الثلاث في هذا اليوم. والتكريم لي وهذه شفاء على شاشه التلفزيون، ولخالد بن احمد بن ماجد الخيالي، وكذلك بمعيتها الشايبه زعامه لبن ترحيب بن نايبه، وكذلك الشايبه لمبارك بن عبد الله بن سفران. تهانينا مره اخرى لكل الفائزين في كل الاشواط. ونعود ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء الى مجريات هذا الشوط والتغيير الذي حدث وطرى على مقدمه الشوط من قبل تمام لصالح بن حمد القمرة اللي انتقل إلى مقدمة الشوط وسيطر على المقدمة. ولكن المركز الثاني يأتينا في ثاني المراكز في هذه اللحظات برزان لمحمد بن مطر الشمري، هو من خطف المقدمة في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث. وأول كيلوين مترين ينقضين من مسافتنا. المركز الثالث أرى فيهم صيحان لعلي بن صالح بن خريدة المنصوري. يلا يا المنصوري، هناك سيارة بالانتظار عبارة عن لاند كروزر بيكاب تنتظر الفائز بالمركز الأول. المركز الرابع يأتينا فيه مكلف لمبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري. ورابع وخامس المراكز، المركز الخامس وآخر مركز مسموح له بالنداء والإذاعة هنا الدرع لسعد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للخمس المراكز المتقدمة الأولى، وما زالت الصدارة وما زالت المقدمة مع تمام. وأنت تمام حتى تمام، والله يا تمام، يلا يا تمام لصالح بن حمد القمرة. إذا وعملية تضمير تمام عند حمد بن سالم بن جهويل المري، ويليه في المركز الثاني هذا الذي أرى على رأسه علامة الجودة. الله يظهر انهم كرموه في النجاح كرموه، وفي المرموم كرموه، او في دولة الكويت الشقيقة الله كرموه، المركز الثاني. وهذا واضح يظهر مادة الزعفران على رأسه من خلال أراها بالعين المجردة. ولكن المركز تعود ملكيته لمحمد بن مطر الشمري المركز الثالث اللي انتقل إلى المركز الثاني، أو يتسلل إلى المقدمة من أقصى اليمين يتسلل. هذا هو مكلف لمبارك بن راشد
بن دلاب الهادري هو من احتل المركز الاول، بينما هذا برزات لمحمد بن مطر الشمري ياتينا في المركز الثاني، والتمام ياتينا في ثالث المراكز لصالح بن حمد القمره وعمليه تطويره. عبد حمد بن سالم بن جهويل مضمر سمعه اللي كانت منافسه وند قويا في الشوط الماضي. المركز الرابع ياتينا في رابع المراكز مصيحان لعلي بن صالح بن خريده المنصوري، ونشاهد على شاشه التلفزيون العرض للثلاث المراكز المتقدمه الاولى امام الجمهور الكريم هناك في المنصه الرئيسيه. وتحيه ايها الجمهور، تحيه لهذه الثلاث المراكز المتقدمه، حيوها لانها تستاهل التحيه. الله، نعود الى شوطنا المركز الرابع اللي تسلل الى المركز الرابع، الدرع، الدرع يتسلل الدرع لسعد بن طالب بن شريم المري اللي انتقل الى ثالث المراكز. الله، والمركز الرابع، المركز الخامس يتواجد في خامس المراكز، هذا هو مصيحان، مصيحان لعلي بن صالح بن خريده المنصوري. ونعود الى مقدمه الشوط، نعود الى مقدمه الشوط والى مكلف. الله، الذي كلفه بن دلاب، كلف بهذه المهمه الصعبه، وان شاء الله ما في شيء صعب على مكلف، ما عليه صعوبه. يلا يا اخويا بن دلاب، هناك سيارة بالانتظار، ومكلف انطلق في هذه اللحظات ويسيطر على المركز الأول، تمام السيطرة، ومسيطر، مسيطر على مقدمة الشوط وعلى كل هؤلاء الثنايا القعدان المشاركة في هذا الشوط. يقودهم مكلف، يقودهم، وانتصفت المسافة، انتصفت المسافة، ومكلف هو الأقرب لتحقيق الناموس، بينما أرى تعود ملكية مكلف لمبارك بن راشد بن دلاب الهاجري، والنقلة على المركز الثاني لأرى هذا شعار بن شريم، الدرع لسعد بن طالب بن شريم، ويريد المقدمة ليضع الدرع درع واقي عن بقية المشاركين. الله، ليضع لنفسه درع ومسافة ليست ومسافة عن بقية المشاركين. المركز الثالث، المركز الثالث أرى في ثالث المراكز في هذه اللحظات من الجانب الأيسر، هذا هو برزات لمحمد بن مطر الشمري. المركز الرابع هناك تمام لصالح بن حمد القمره وعملية تضميره عبد حمد بن سالم بن جهويل، بينما النقلة على المركز الخامس، أول نداء، أول نداء لخامس المراكز جبر لراشد بن ناصر بن راشد الجابري، بينما هذه النتيجة، هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الأولى. وأرى أسماء كبيرة وأرى أعداد كثيرة، الله، خلف الخمس مراكز الأولى تبحث عن التقدم وتبحث عن النداء وتبحث عن الشهرة وأن تدخل إلى دائرة الأضواء، ولكن مكلف أيها الأخوة الأعزاء، مكلف أيها الأخوة الأعزاء هو الأقرب لتحقيق الناموس وهو الأقرب لانتزاع السيارة، وأخذ مكلف بالابتعاد، أخذ مكلف بالابتعاد شيئا فشيئا، أخذ يبتعد عن بقية المشاركين، أخذ مكلف بالانطلاق بهذا الشعار، شعار السيد، شعار السيد مبارك بن راشد بن دلاب الهاجري. الثلاثة كيلومترات الأخيرات هي من تفصل مكلف عن انتزاع السيارة، عن انتزاع الناموس، عن الزعفران. الله، الله يا مكلف، الله يا مكلف، انطلق بفارق، انطلق بفارق كبير. عطنا الفارق يا مخرجنا، عطنا الفارق يا أبو طلال، عطنا الفارق، عطنا فارق مكلف عن المراكز الأخرى. الله، تشاهدوا المكلف، أشاهده بالعين المجردة، أشاهده ابتعد نوعا ما وانفرد في هذه اللحظات، انفرد بالسيارة، إن واصل، إن واصل فسوف يهدي هذا السويك، فسوف يهدي كعوائده بالفعل، كعوائد مكلف. الله يا مكلف، الله يا مكلف، وفارق ما يقل عن 100 متر، عن 150 متر عن بقية المشاركين. المركز الثاني الذي أعلن الملاحقة، الدرع لسعد بن طالب بن شريم المري هو من يأتينا في ثاني المراكز، وتمام يأتينا في ثالث المراكز لصالح بن حمد القمرة وعملية تضميره عند حمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الرابع يأتينا في رابع المراكز جبر لراشد بن ناصر بن راشد الجابري، وخامس المراكز
خامس المراكز التسلل من قبل سراب لمهير بن علي باللاحق. هذه النتيجة، هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الأولى. وأتوقع أن الشوط، أتوقع أن الشوط شوط مكلف لمبارك بن راشد بن جلاب الهاجري، انفرد وانطلق بمسافة كبيرة عن بقية المشاركين. الله أبو طلال، عطنا الفارق، عطنا الفارق يا مخرجنا القدير، خلي يشوفون الأخوة المشاهدين خلف الشاشات. الله الله، شعار بن جلاب، شعار بن جلاب يسيطر على المقدمة ويحتل الصدارة وحامل لواء المقدمة. الله 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 الله، هذا الشعار له ثقله في الموازين، يا ما صال وجال، شعار مكلف للسيد مبارك بن راشد بن جلاب الهاجري. الله يا سلام، الله يا سلام، الله يا سلام يا مكلف، والله كفيت ووفيت يا مكلف، سماك مكلف وانت قد المسؤوليه، قدها وقدود يا مكلف. الله الله، مكلف مشاهدينا الاعزاء ولم تصدر عليه اوامر حتى هذه اللحظات، اوامر طفيفه، انطلق وانفرد بسياره هذا الشوط. الله، هو بفارق كبير، بفارق كبير. المركز الثاني في هذه اللحظات، هنا جمر لراشد بن ناصر بن راشد الجابري. المركز الثالث هذا هو ياتينا في ثالث المراكز، سراب لمهير بن علي بن لاحق. المركز الرابع تمام لصالح بن حمد القمره. المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس بعيد كل البعد، ونعود إلى المقدمة، ونعود إلى الصدارة، ونعود إلى من يستحق النداء، نعود إلى الله يا مكلف، الله يا مكلف. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يفتتحه مكلف. الله يا بن ثلاب، أسعد الله صباحك يا بن ثلاب، أسعد الله صباحك يا بن ثلاب. مكلف ينتزع السيارة، يواصل وسيواصل السيارة الثانية. شكرا يا الجمري على المعلومات القيمة في رصيد السيارة، وسيضيف السيارة، انواصل انواصل سيضيف هذه السيارة الأخرى، وما عليه خطورة حتى هذه اللحظات، لا خطورة على مكلف الذي كلف بانتزاع سيارة هذا الشوط وبقيادة هذا الشوط. هذا الشعار يسيطر على المقدمة منذ الانطلاقة. يا سلام يا مكلف، لمبارك بن راشد بن جلاب الهاجري، تهانينا يا بن جلاب، تهانينا، تهانينا على فوز مكلف في هذا الشوط من ال 400 متر الاخيره، من ال 400 متر الاخيره. الله يا مكلف، مكلف 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 يسيطر على المقدمه. الله، ونهنيه على الكل هنا، الكل هنا يهني، تهانينا. ومكلف مشاهدينا الاعزاء يقترب من الحزام الاخضر، يستلمه الحزام الاخضر، يستلم مكلف الحزام الاخضر وخط النهايه ايضا، والسياره الثانيه في رصيد مكلف، في رصيد مكلف، تهانينا. الله، ال 100 متر الاخيره، ال 100 متر الاخيره، مكلف في هذه اللحظات يقترب من خط النهايه، يقترب من خط النهايه، وخط النهايه يرحب بقدوم مكلف. تهانينا، تهانينا على انتزاع للسيارة، تهانينا على فوزه بسيارة هذا الشوط، تهانينا والف مبروك لمبارك بن راشد بن جلاب الهاجري، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني جبر لراشد بن ناصر بن راشد الهاجري. المركز الثالث الجابري، المركز الثالث، المركز الثاني لراشد بن ناصر بن راشد الجابري. المركز الثالث تمام لصالح بن حمد القمره. المركز الرابع سراب المهير بن علي بن لاحق. المركز الخامس انذار لعنزاب محمد النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الأولى، وشاهدنا مكلف عندما انتزع سيارة هذا الشوط عن جدارة واستحقاق، وكان يقود المسيرة بفارق كبير جدا عن بقية المشاركين، وكان منفرد منذ الانطلاقة. تشاهدون لحظات وصول مكلف إلى خط النهاية في توقيت زمني 13 دقيقة 35 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك مكلف، مبارك بن راشد بن جلاب الهاجري على فوزه بسيارة هذا الشوط وبانتزاعه المركز الأول. المركز الثاني أتانا في جبر وقطع المسافة في 13 دقيقة 40 ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك ومضمر جبر راشد بن ناصر بن راشد الجابري. المركز الثالث أتى في ثالث المراكز تمام، وننتظر لحظات وصول تمام إلى خط النهاية.
ايضا تمام قدم عرض يشكر عليه، قطع المسافه تمام في 13 دقيقه 50 ثانيه، سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك لمالك تمام صالح بن حمد القمره، والتهاني موصوله لمضمره حمد بن سالم بن جهويل المري. هذه النتيجه ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء لل